اهلا بيك يا شريف معانا. اهلا بك يا زميل عبد الرحمن، تحياتي ليك وتحياتي لكل مش طبعا جماهير النادي الاهلي في كل مكان ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانت طيب وكل سنه وهم طيبين. وانت طيب وبخير دايما يا شريف. طمنا بقى على الاجواء عندك في النادي الاهلي، انا عارف درجه الحراره عاليه شويه اكيد، لكن طمنا على التدريب دلوقتي، ايه الاخبار؟ طبعا رغم ارتفاع درجات الحراره ولكن مستر كولر ما عندوش حاجه اسمها درجات حراره، في شغل، في اجتهاد، في تركيز في ملعب، في محاضرات، في تعليمات للاعبين عشان ربنا يكافئهم في الاخر ويحصلوا البطولات. النهارده التمرين بدات في السادسه مساء بعد محاضره يمكن فنيه استمرت حوالي 25 دقيقه 22 دقيقه، بيشوف فيها بعض اللقطات لفريق فاركو اللي هنلعبه بكره باذن الله. يا رب باذن الله بكره يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ونقدر نفوز على فريق طبعا كبير، فريق فاركو اللي عامل نتائج كويسه جدا جدا مع مدير فني واعد وصاعد. النهارده كولر حذر من خطوره فاركو رغم تاخره في ترتيب الجدول، ولكن حذر لعيبه النادي الاهلي في المحاضره ان لازم يعملوا حساب من اول دقيقه لفريق فاركو، لان فريق فاركو في الفتره الاخيره بيقدم واحده من افضل لقاءاته وبدا يحقق نتائج كويسه جدا اتت بثمارها في الفتره الاخيره، فلازم من اول دقيقه النادي الاهلي يكون مركز، من اول دقيقه النادي الاهلي يحاول يفنش الجيم. النهارده زي ما قلت لك التمرين بدا في السادسه مساء، يعني هو مستمر يعني مستمر الى الان طبعا، ولسه قدامنا حوالي ساعه او اقل شويه. النهارده تمرين خفيف زميلي عبد الرحمن، انت عارف بكره في مباراه، فالنهارده طبعا بينزل بالحمل التدريبي خالص، بيبدا يشتغل النهارده على بعض الجمل اللي ممكن ينفذها في مباراه بكره، بعض الجمل التكتيكيه، بعض الكور الثابته اللي بيحفظها للاعبين في اخر مران لاعبي النادي الاهلي، ثم بيختار اللعيبه اللي هتكون موجوده في المعسكر، ثم الفريق يغادر ملعب التتش الى احد الفنادق الموجوده بالقرب بين استاد القاهره للعب المباراه بكره باذن الله، اللي باذن الله باذن الله باذن الله يكون بكره فيها من نصيب طبعا النادي الاهلي الفوز ونفوز على فريق فاركو باذن الله، ونحصل على 3 نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي، ونقرب خطوه بخطوه من المركز المحبب لكل جماهير النادي الاهلي، ولا هو المركز الاول باذن الله. طيب شريف، قول لي كده المصابين عندك، طبعا استثني علي معلول اللي لسه اصابته طويله، لكن قول لي جاهزيه المصابين مين كان فيه، عمرو السوليه كان فيه، يعني اوصف لنا كمان كده التمرين بدا ازاي، المصابين اتمرنوا ازاي، التمرين خفيفه زي ما انت قلت بيبقى الاحماءات فيها ويا دوبك بس شكل تاكتكس وخلاص، قول لي كده اشكال التمرين كانت ازاي واللعيبه اتمرنت ازاي، وكمان عرفني المصابين اخبارهم ايه. تمام، احنا زي ما قلت لك كان في محاضره فنيه في غرف الملابس، والنادي الاهلي بعد التطوير اللي عمله في ملعب التتش الصراحه في قاعات مجهزه على اعلى مستوى لهذه الاجتماعات والاجتماعات الفنيه، النادي الاهلي بيعمل هنا في ملعبه يعني دخل التاريخ زي ما بيقولوا، كل حاجه الاهلي بيشتغل عليها يعني، ففي قاعه زي مؤتمرات صغيره فيها قاعه يعرض فيها كل اللقطات اللي محتاج كره مستر كره طبعا محتاجها مع لعيبي النادي الاهلي. بعد هذه المحاضره نزلوا يمكن وشايفين هو شايف اجزاء من التمرين معانا على الهواء، يعني واضح ان كان التمرين استرتشات خفيفه، شايفين اجزاء معانا من التمرين. بعد كده يبدا يعمل بقى الجمل الفنيه اللي يحفظها للعيبه. موقف الاصابات يمكن بتتكلم عليه معلول طبعا اصابته طويله فمش هنستثناه، لان لسه الدكتور جاب الله ما صرحناش بيه، ولكن الكل جاهز باستثناء عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو، هم لسه بيجروا في المرحله النهائيه من التاهيل. انت بتتكلم خلاص يمكن طبعا مش موجودين بكره في مباراه بكره، ده شيء اكيد ومفروغ منه، ولكن هيشوف بقى موقفهم من المباراه المقبله في الفترات المقبله، ولكن باقي لاعبي النادي الاهلي وعلى راسهم المهاجم الخطير وسام هو بيعلن طبعا جاهزيته لهذه المباراه. كان في اول امس يمكن تقسيمه صغيره او زي شبه مباراه وديه، وسام لعب ما شاء الله واثبت يعني او لعب الفتره كبيره جدا في هذه المباراه الشبه وديه يعني، وفي الالتحامات وفي كل حاجه قدر يعدي الاختبارات الطبيه في هذه المباراه، فوسام بيعلن جاهزيته، فالكل جاهز لهذه المواجهه باستثناء طبعا عمر كمال وبيرسي تاو، ورغم والحمد لله الحمد لله يعني يا رب تمشي على كده وباذن الله ويعود الينا الفتره المقبله بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد عشان يضافوا كمان الى الخطط الفنيه او التكتيكيه اللي ممكن كولر يحتاجهم في الفترات المقبله، لان الراجل بيحب يعمل روتيشن في الفترات المقبله عشان توالي مباريات وضغط المباريات، فباذن الله يكون كله تحت امر مستر كولر باذن الله. طيب شريف، انا شايف اهو كمان اللعيبه بتتمرن بشكل قوي جدا، وواضح ان عليهم يعني احنا الحمد لله في موقف صعب في موضوع ان المباريات ورا بعضيها متلاحمه والكلام ده وضغط المباريات، لكن انا شايف تركيز كبير جدا من اللعيبه، شايف انت بتقول لي كل اللعيبه جاهزه الحمد لله باستثناء عمر كمال وبيرستاو، الروح عاليه باينه في التمرين. قول لي مستر مارسيل كولر هل تحدث مع بعض اللاعبين بعينهم، هل في مناقشات خاصه مع اللاعبين؟ انت قلت لي ان اللعيبه في الماتشات الوديه الماتش الودي او التقسيمه اللي عملوها بينهم كلهم شاركوا بشكل قوي، اوصف لي اذا كان في احاديث بين ثنائيات في الملعب ولا لا.
كولر مش المدارس ديت، يعني انت عارف احنا مر علينا الفترات الاخيره مدارس مدربين كتير وكل واحد ليه طريقه، كولر مش المدرسه دي خالص. كولر بيتكلم جماعي، ما بياخدش كل لعيبه على حده، او ممكن ياخد اتنين لعيبه يتكلم يوصل رساله عن طريق اللعيبه، لا الراجل ده مدرسته مختلفه خالص. الراجل ده بيتكلم في العلن، محاضره قدام اللعيبه كلها، فبيتكلم على اللي عاوزه من اللعيبه. لو بيحب ينتقد لعيب بينتقده قدام الناس كله، لو حابب يشيد بلعيب بيشيد بيه قدام الناس كلها. فكولر مدرسه مختلفه شويه، فكولر حذر من فريق فاركو، وحذر ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ما تستهونش، او ممكن تقول فريق فاركو في ترتيب متاخر فانزل بتراخي على امل ان كده كده هكسب. فحذر من اول دقيقه، لو لا اي تراخي هيبقى فيه عقاب وهيبقى فيه لهجه مش هتعجب اللاعبين. فكولر عارف، بدا يعرف اللاعب المصري كويس قوي، معاه مدير كره قوي جدا هو كابتن خالد بيبو، فبيقدر من وراه برضو يتكلم مع اللاعبين ويقول لهم يا جماعه المباراه قويه جدا، المباراه ما فيهاش اي فتره تهاون، لان لو تهاونت ممكن يخش في الجول وماتش يتصعب عليك، فلازم من اول دقيقه ننزل ونركز. طب انا الكلام اللي بقوله دوت نتيجته بتبان في الملعب، بتبان زي ما شايف زميل عبد الرحمن طبعا وكل مشاهدي قناه الاهلي شايفين في التمرين اللي بتتعرض خاص وحصر طبعا على شاشه النادي الاهلي، شايف ان كل اللعيبه فيها تركيز شديد جدا، الكل بياخد الامور بجديه طبعا، والجديه بتبان في التمرين. طالما الجديه موجوده في التمرين والتركيز موجود في التمرين، فباذن الله بتلاقي بكره موجود في الملعب، وباذن الله نكسب باذن الله. شكرا زميلي شريف شعبان على التغطية من تدريب النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.